يعني انك تكلم عن سعر حراري، كل الناس اصبحوا الان يتكلمون عن حمية، عن تخمة، عن سمنة، عن الكوليسترول، عن ارتفاع الضغط. ولماذا؟ لماذا يتكلمون عن حمية؟ لأن الحمية التي يتكلم عنها الناس الآن هي النظام الغذائي الأصلي الذي كان من ذي قبل، ولذلك الآن أصبحوا يتكلمون عن حمية. لماذا؟ لأن كمية الأكل زادت وطبيعة الأكل اختلفت، طبعا مع الوجبات السريعة، مع كثرة الحلويات وكثرة الدسم، عدم الحركة طبعا، فالإنسان سيعيش ويلات وسيعيش كوارث من هذا الخلل الموجود في نظامه الغذائي الذي لم يعد يعني نظام غذائي كذي قبل، نباتي ومتوازن وخفيف، لأن حتى كمية الأكل كذلك يجب أن نضبطها. الأساس يعني الرابع أو الثالث هو كمية، كما قلت كيف نضبط كمية الأكل. يعني كل أطباء العالم ينصحون بالحمية، عدم تناول سكر كالسكريات بكثرة، عدم تناول دسم، عدم، هذه أشياء اجتهادية فقط، هم يجتهدون لينفعوا الناس جزاهم الله خيرا، لكن في الأصل هو الأساس، يجب أن لا نصل إلى تخمة. إذا وصلنا إلى تخمة يجب على الشخص أن يعرف هو بنفسه ما الذي أوصله إلى تخمة كي يعالج نفسه بنفسه. فإذا كان هذا الشخص لا يتحرك، وإذا كان هذا الشخص يأكل كثير لحوم مشوية وسكريات ويأكل 5 أو 7 مرات في اليوم، فيجب أولا أن يعيد النظر في هذه الأشياء، أن يتحرك، أن لا يأكل كثير، وأن يسحب اللحوم والسكريات من نظامه الغذائي. هذه حمية كل البشر وليست لدينا لديهم تخمة، لكن لدينا لديهم تخمة سيستفيدون. فالتخمة لها علاقة بارتفاع الضغط، أمراض القلب والشرايين، لها علاقة كذلك بالسرطانات، التخمة لها علاقة بكل شيء، يعني حتى آلم الرأس وحساسية، يعني هذه الأشياء لما الجسم يصبح ثقيل، هذا يعني ثقيل معنى أن الدم لا يدور في الجسم، الدورة الدمية تصبح ثقيلة. لماذا؟ لأن الدم يصبح تخن ولزج. ما الذي يجعل الدم يكون لزج وتخين؟ هو طبعا اللحوم، بروتينات الحيوانية مع الدسم، مع الشحوم أو يعني المواد الدهنية الحيوانية، طبعا يعني المواد الدهنية الحيوانية، فالدم يصبح طبعا يعني تخين ولزج، يعني فيسكو، يعني ثقيل جدا. فالقلب يجب أن يعمل كثير كي يضخ هذا الدم كي يدور، ولذلك فالأطباء يعطون أشياء تلين الدم وتخفف الدم من البوتاسيوم لأصحاب ارتفاع الضغط ولأصحاب الأمراض القلب والشرايين، مثلا من حمض الأسيتيل ساليسيليك وما إلى ذلك. فيجب أن يكون الدم خفيف، ودم ممكن أن يكون خفيف بدون تناول هذه الأعراض، إذا يعني توقف الناس عن الأشياء التي أوصلتهم، وكما قلت هم اللحوم زائد سكريات، ثم يكون نظام نباتي فيه حبوب فيه خضر، ويكون ماء جيد، يعني شرب الماء، يعني حتى الكمية الماء يجب أن يضاعفها الشخص إذا كانت لديه هذه الأعراض، مع الحركة، مع الحركة. إذا لم يتحرك الشخص يعني تقريبا 4 كيلو في اليوم، يعني 4000 متر في اليوم إلى 6000 متر في اليوم حركة، فطبعا الجسم سيشيخ والجسم سيتخن وسيأخذ سمنة، وستترتب لديه أشياء أخرى، يعني صعوبة في التنفس، والدورة الدموية يعني لا تدور كما ينبغي، سيحس بثقل في حركاته، سيحس بآلام في رأسه وما إلى ذلك. فكمية الأكل يجب أن تضبط بهذه الأشياء، ألا تطغى البروتينات الحيوانية في النظام الغذائي، يعني اللحوم، لأن اللحوم تحمل دهون، ألا تطغى اللحوم في النظام الغذائي اليومي للشخص، أن يكون الأساس في التغذية هم الحبوب سيريالز، هما القمح والشعير والذرة والرز، معهم القطان طبعا 2 أو 3 في الأسبوع، أن تكون الوجبة الصباحية هي الوجبة الأصلية وليست وجبة وسط النهار هي الأصلية. نحن نأكل طعام الغداء هو يعني الوجبة الأصلية، هذا خطأ كبير. وجبة الصباح هي الوجبة الأصلية، يجب أن يأكل الشخص جيد ثم يخرج للعمل ويتحرك جيد، ثم وسط النهار ممكن أن يشرب سائل شاي أو أي حاجة، ماء، أو يأكل تمر أو بعض الفواكه الجافة أو حتى فواكه طرية، ثم في المساء ممكن أن يأكل وأن يتعشى يعني الساعة 5 أو الساعة 6 ليبقى له وقت للهضم قبل النوم. هذا هو يعني هذه الأشياء التي يمكن أن يضبط بها هذه الكمية أو هذا السعر الحراري الذي يتناوله. أن يجتنب الشخص نفس الأكل، الذين يأكلون وجبات سريعة هم يأكلون نفس، يأخذون نفس الأكل تقريبا يعني من 2 إلى 5 يعني أيام العمل، هناك أشخاص يأكلون نفس الشيء وجبات سريعة. الأصل في التغذية والراحة كذلك، فعامل الراحة يجب أن يرتاح الشخص، أن يجلس لما يأكل وأن يكل براحة وأن يستريح 10 دقائق بعد الوجبة، هذه يعني أمر مؤكد. هناك أشياء يأكلون وهم يسوقون السيارة،
هم أشياء يأكلون واقفين، هم أشياء يأكلون أثناء العمل، هناك من يأكل وهو يتكلم في الهاتف، هناك من يأكل وهو يجري، فهذه أشياء خاطئة. ويجب وقت الأكل أن يحترم، أن يأكل الشخص في راحة، أن يأكل على راحة وأن يرتاح كذلك كما قلت 10 دقائق يعني بعد الأكل لا بد منها ليأخذ الجسم مساره الطبيعي وليكون الهضم يعني على أحسن ما يرام. هذه الأسس يعني لخصناها كما قلت، يعني تفادي السموم، تناول السموم كما قلنا هم المضافات الغذائية، هم المنتوجات المغيرة وراثيا، هم المواد المعلبة يعني مواد التعليب من بلاستيك ومن ألمنيوم ومن أشياء يعني من هذا القبيل، أن يحذر الناس هذه الأشياء فهي خطر على الجسم. وكذلك أساليب الطبخ، هل الطبخ بأفران الغاز أو بأفران الضوء، هل الطبخ بالشيء في الزيت أو الطبخ كما مع خضر واللحم مع المرق، هل الطبخ أسبع سريعا، هل يطبخ مباشرة على النار، هذه أشياء كذلك قد تزيد يعني في 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 المسألة وقد تزيد في المرض وقد يعني لا تريح يعني هذا المريض خصوصا إذا كان تحت العلاج. فكما قلنا في الأول ليس هناك علاج ولا يمكن أن يكون علاج إطلاقا بدون حمية مع العلاج، يجب أن يكون حمية مرافقة للعلاج ثم يكون علاج. تناول بعض المنتوجات يعني الجيدة التي يجب أن تدخل ضمن النظام الغذائي، ومنها يعني الأساس في النظام الغذائي هو زيت الزيتون، ومنها التمور، يعني التمور وزيت الزيتون هي أصلية في التغذية، وليس التمور يعني مرة يأخذ الإنسان، إنما التمور أصلية في التغذية لأنها تحتوي على ألياف خشبية ملينة للجهاز الهضمي، وتحتوي على مكون فيتامين بي وعلى اليود وعلى بعض الهرمونات النافعة للأطفال الصغار على النمو، هي يعني عوامل النمو موجودة في التمور. ثم زيت الزيتون لأن زيت الزيتون هي التي تصلح الجهاز الهضمي، والأشخاص تحت العلاج بالكيماوي يعني سرطانات الذين يأخذون شيء كيموثيرابي يجب أن يتناولوا زيت الزيتون يوميا بمقدار 50 إلى 100 ملي في اليوم، لأن زيت الزيتون تحفظ الجسم من تسمم بالعلاج الكيماوي أو العلاج بالأشعة. وزيت الزيتون هي الزيت الطبيعية الوحيدة التي تضبط الهرمونات داخل الجسم وكذلك تسخين الجسم وتنشيط الأعضاء منها الكبد والمرارة والكلية والأمعاء، وهي تلين المعي الغليظ، لا يصاب الشخص يعني بإمساك وما إلى ذلك. فهذه الحبوب مع زيت الزيتون مع التمور، طبعا حتى الفواكه الأخرى جيدة، فواكه طرية، هناك الليمون، الرمان، ما تفاح، مشمش، يعني هذه الأشياء كلها كذلك جيدة للجسم، لكنها تبقى أشياء يعني ثانوية ممكن يتناول، هي ليست يجب أن يتناول إذا يعني إذا وجدت إذا توفرت يتناولها الشخص، لكن هناك أساسيات في التغذية يجب أن الشخص أن لا يمكن أن يعيش بدون خبز، لكن ممكن أن يعيش بدون لحم، لا يمكن أن يعيش بدون خبز، لكن ممكن أن يعيش بدون حليب، ممكن أن يعيش بدون منتوجات حليب، طبعا لا يمكن أن يعيش الشخص بدون خبز يعني بدون نشويات وبدون حبوب، ولكن ممكن أن يعيش يعني بدون فواكه أو بدون خضر، لكن الفواكه والخضر هي تدخل في النظام الغذائي النباتي. فهذا هو الأصل، لأن الكارثة الأولى كما قلنا الخطأ الأول هو أن لما ارتكزنا على الأزوت يعني على النيتروجين الداخلي، ويعني كانت ترتبت هذه النصيحة على ظهور كوارشيكور، فقال الناس يعني لمال نيتريسيون يعني سوء التغذية آتي من البروتينات، فقالوا ننتج بروتينات حيوانية هي اللحوم، فسحبوا الشعير والذرة من التغذية البشرية أو الإنسانية ثم علفوه للحيوان كي نأكل اللحم، فلما سحبنا الشعير والذرة وأخذنا اللحوم فيعني ليس هناك كوارشيكور، والأمراض الجرثومية مثل الملاريا والتايفويد يعني والديزانتيريا والسل وما إلى ذلك هذا أخذنا بالمضادات، ثم ترتبت أمراض أخرى هي أخطر من الكوارشيكور، من أمراض القلب والشرايين، منها سرطانات، من ارتفاع الضغط، من الكوليسترول، ويعني من الشحوم في الدم، وآلام المفاصل، يعني التهابات هكذا يعني مثل التشنجات العضلية وما إلى ذلك. فهذه كانت نصيحة خاطئة، لأن الأصل كما قلنا أصل التغذية ليس لحوم، والذين جعلوا أصل التغذية لحوم هم الذين ينصحون الآن بأكل النخالة، تناول النخالة، فسلكوا هذا المسلك، انطلقوا من سنة البشر ووصلوا إلى سنة الحيوان لينصحوا أخيرا بالنخالة. يعني كل علماء التغذية الآن ينصحون بهذه الألياف الخشبية دايتاري فايبر، لأن الألياف الخشبية الآن هي أصل التغذية وهي التي تقي الجسم من كثير من الأمراض بما في ذلك السرطان، والألياف الخشبية موجودة في الحبوب وموجودة في الخضر وموجودة في التمور يعني في الفواكه وما إلى ذلك. فهذه الأشياء كما قلت حتى خشاش الأرض، هناك أشخاص لا يتناولون بعض الحبوب هي جيدة ولكن لا يعرفونها ما هي،
حبوب الكتان لا يعرفها الناس معي، والزنجبيل يعني يعني السمسم لا يعرفونه الناس الا نادرا. يعني هذه الحبوب يجب، هي الضابطات، هي الضابطات. حبوب الكتان فيها الاوميجا 3، وهذا الحمض الاوميجا 3 هو المهم الان في التغذيه، وهو الذي يكنس الاوعيه الدمويه، وهو الذي يخفف الجسم. لكن الناس لا يعلمون ما حبوب الكتان، وينتظرون حتى يعني يسقطون في المرض، او حتى المرض ليسالوا عن هذا العلاج، علاج بالأعشاب، طب الطبيعي، طب البديل، طب التكميلي، تسميات هكذا يمين وشمال، لكن هو يسمى لا يسمى طب، إنما يسمى الوسائل العلاجية الوقائية، وقائية علاجية. إذا كان الشخص غير مريض تسمى وقائية، إذا كان مريض تسمى علاجية، ممكن أن تعالج، لكن يسحبها طبعا بعض العلاجات الأخرى المكملة لها، فيصبح الطب الحديث مكمل، وليس طب الأعشاب هو المكمل، يعني الطب الغذائي هو المكمل، إنما الطب الحديث هو الذي يصبح مكمل لهذا العلاج. طبعا لما يصيبك ألم رأس تأخذ يعني أسبرين أو باراسيتامول أو أشياء من هذا القبيل، لكن الطب الحديث هو علاج مؤقت فقط، وليس علاج مطلق، علاج مؤقت لكي تلقى العلاج أنت بنفسك. فيجب على الشخص أن يعرف أسباب الأمراض، يعني هذه السموم الذي يتناولها، كيفية الأكل، كيف يأكل، يعني وقت الأكل وراحة الأكل، والطريقة التي يأكل بها، الطريقة التي يطبخ فيها، وما هي طبيعة الأكل، هل هو معلب، هل هو مصنع، هل هي وجبات سريعة، هل هو مطبوخ في المنزل، هل هي فواكه، هل هي قطاني، هل هي هذه الأشياء يجب أن تضبطها. ثم هناك معلومات الآن الأشخاص لا يعرفونها، خصوصا سكان المدن، وهي موسمية الإنتاج. فالخضر موسمية، لكل خضرة موسم، يعني بعض الأشخاص يشترون خضرة خارج موسمها، لما تخرج الخضرة عن موسمها فهي ليست طبيعية، وفيها مكونات ربما تصيب الجسم بأشياء أخرى. فهذا الشخص إذا علم هذه الأشياء ويعني حفظها جيدا، فسيعلم كيف سيشفي هو نفسه، وكيف سيعالج نفسه على أساسها، يعني على هذه الركائز الأربعة، أو هذه الأسس الأربعة التي أعطينا، ويعني في هذه الوسائل وضمن هذه النصائح. وأظن أن إذا كان هذا النظام متكامل وجيد، وإذا عرف الشخص كيف يتعامل معه، فلن تكون هناك ويلات، ولن يكون هناك إن شاء الله أي خطر على صحة الإنسان. طبعا يدخل في هذا النظام العمر، نساء حوامل، نساء مرضعات، أطفال صغار، أشخاص مسنين، كل الأشخاص لديهم نظام غذائي. والنظام الغذائي لا يعمم، لا يعمم، يعني أصحاب التخمة يتناولون كذا وكذا وكذا، هذا خطأ. يعني هو لا النظام الغذائي إذا كان سليم فهو سليم لجميع البشر. بعض الأشخاص لديهم أعراض مثلا للكلية، يجب أن لا يتناول مثلا بوتاسيوم بكثرة، يسحب الخضار وبعض الأشياء التي يعني المدرة للتبول. ولكن هذا يبقى يعني نصيحة مؤقتة، ونصيحة لحالة خاصة، وليست نصيحة لكل الناس. أما النظام الغذائي، هذه الأسس التي تكلمنا عنها، أو الأسس العلاجية أو الوقائية الطبيعية، هي لجميع البشر، يعني من الرضيع يعني إلى المسن 90 و100 إن شاء الله، و120 سنة، وكذلك للمرضى، حتى المصابين ممكن أن يعني يرفقوا العلاج الطبي بهذه الحمية أو بهذه الطرق، كي يحصلوا على علاج نهائي. لكن لما يحسوا بأنهم على أحسن ما يرام، فيجب أن يتبعوا هذه الأشياء، فهي ليست مؤقتة، هي مطلقة، ليست مؤقتة. يقول يعني أنقطع عن تناول اللحوم لمدة حتى أشفى، ثم أرجع أعود إلى اللحوم، لا خطأ. فيجب أن اللحوم لا نحرمها، وليست حرام، لكن ليست أصلية في التغذية. اللحوم مع المناسبات، مرة في الأسبوع أو مرتين، يعني إذا كن دعاك يعني صديق وتقدم لك لحم طبعا فنأكل، في هذه الحالات نأكل، لكن أن تكون أصلية، أن تكون في وجبتين في اليوم، أو أن تأكل اللحم مرتين في اليوم، فلا يمكن للجسم أن لا يكون مريض، لا يمكن بالبتات مطلقا. لماذا؟ لأن يعني خلل في طبيعة الأكل، نبات مع الحيوان، والبروتينات الحيوانية كلها يعني بروتينات تثقل الدم طبعا، لأن فيها شحوم وتثقل الدم، ويعني وتصيب الجسم ببعض الارتخاءات، يعني بعد ثقل الذي يصيب الجسم، يعني لا يؤدي دوره كما ينبغي، لأن الوظائف كلها هي لها علاقة ببعض، وطبعا لما يعني تعيا وظيفة فهي تصيب الوظائف الأخرى. فهذه هذا النظام كما قلنا، الذي لخصناه في أربع نقاط، نتمنى أن يتبعه الناس، ونتمنى أن يجتهدوا كذلك. فهذه أشياء ليست يعني هذه ليست إلا اجتهادات بسيطة جدا، وطبعا نبين للناس كيف يتبعوها، ربما يجتهدوا وربما يجي. لكن النصيحة الأخيرة هي أن يتجنبوا
سمعت أو قرأت أو قال لفلان أو سمعت من فلان أو كذا، يجتنب هذه الأشياء العوراء. فهذه هي التي خربت الآن يعني الطب الطبيعي، وأصبح الناس يقول سمعت فلان أخذ الحلبة، وسمعت فلان قال لي لا تأكل باذنجان، وفلان قال لي يجب أن تأكل هذه وهذه. هذه أن يتجنب الشخص، رأيت في تلفزيون أو سمعت في إذاعة أو قرأت في صحيفة أو على الأنترنت وجدت كذا وكذا، فأن يعرف الشخص المكان الذي يوجد فيه وما هو الإنتاج الموجود في هذا المكان، وهذا الشخص كيف يعيش، هل يتحرك أم لا، وما هي طبيعة عمله، ثم هل يأكل في منزله أو يأكل خارج المنزل، وما هي الأشياء الموسمية لديه، هل هي مستوردة أم لديه إنتاج محلي. فيجب أن يتعامل مع هذه الأشياء، وأن يضع هو جدول زمن لأكله ولنظامه يعني لحياته اليومية يعني طيلة عمره، يعني طبعا يدخل فيها المواسم ويدخل فيها الأشياء التي تغير، لأن الخضر تتغير مع الموسم والفواكه تتغير مع الموسم وما إلى ذلك، ثم يكمل هذه الأشياء بالصيام. والصيام هو تاج الحمية، لا يمكن أن تكون حمية بدون الصيام. وأقول الصيام وليس الجوع، لأن الصيام تدخل فيه النية، والنية هي الحالة السيكولوجية الحالة النفسية للشخص، لما تجتمع الحالة النفسية مع الجوع طبعا هو يسمى في الإسلام الصيام. والصيام هو أحسن طريقة للعلاج وأحسن طريقة لنقص ولخفض الزوائد الموجودة في الجسم. الصيام هو المشروع كما شرعه الإسلام، يعني خارج صيام رمضان 30 يوم في العام، و30 يوم يجب أن يصوم الإنسان كما ينبغي، لكن هناك صيام فترات، إما الأيام البيض إما اثنين وخميس، علي يوم في الأسبوع أو يومين يختارها الشخص كما يريد. لازم يكون داخل هذا الصيام، يكون داخل في برنامجه الحياتي ليكون الجسم على أحسن ما يرام، وليتنفس الجسم ولينقص من هذه الزوائد، لأن الصيام هو العلاج الوحيد الذي يضبط السعر الحراري والذي يضبط كمية الطاقة التي أخذها الجسم. وبدون الصيام يعني لا يمكن أن يضبط الشخص يعني الوظائف الداخلية، ولا حتى يعني الطاقة التي يحتاجها الجسم، ولا حتى الأشياء التي ربما يحس بها من الأشياء الهرمونية. طبعا والصيام يضبط الهرمونات ويضبط الطاقة ويضبط فيسيولوجيا الجسم كما ينبغي، من المرارة إلى الكبد إلى الأمعاء إلى المعدة، كل شيء يضبط بالصيام. فيجب أن يدخل في يعني ضمن هذه الوسائل الوقائية العلاجية، يجب أن يدخل ضمنها هذا الصيام. دول غربية تسميه starvation تجويع، ولكن نحن نسميه يعني في البلدان الإسلامية نحن نسميه الصيام. ولماذا لا يصوم الشخص فينال يعني الأجر، وينال كذلك يعني يضبط صحته على أحسن ما يرام. هذه هي الأسس التي لخصناها لكم في إطار هذه النصائح وفي إطار هذا يعني هذه الطريقة الحديثة ليتعامل الناس في القرن 21 مع السوق الغذائية الجديدة ومع الصناعة الغذائية الجديدة ومع الاستيراد الجديد ومع يعني حرية السوق. ويجب على الشخص أن يضبط هو بنفسه ماذا يأكل، ويضبط بنفسه صحته عبر النظام الغذائي، وأن يدخل هذه الأشياء المتنوعة في نظام الغذائي، وأن يتجنب السموم ما أمكن، وأن يتعامل هو بنفسه مع جسمه وكأنه هو طبيب نفسه.